بخير عليكم، مرحبا بكم. إن شاء الله في هذا رمضان نجوزوا أوقات ممتعة من قناة الحياة مع فيصل إن شاء الله والسيدة جميلة. واش نقولكم هذا رمضان نجوزوها حلقة، ما تنساوش رمضانكم بالصحة والهنا. احنا نقول لكم مره واحده اخرى مساء الخير عليكم، مرحبا بكم ناسنا واحبابنا. رانا دخلنا اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك اللي نعاد علينا وعلى امه محمد بالصحه والستر والخير واليمن والبركات. نقول لكم دائما في هذا التوقيت راحين تتلاقوا بي انا جميله بن كوار وفيصل عجيمي في قصره قبل الفطور معكم انتوما ناسنا واحبابنا، معكم انتوما اللي عايشين في 58 ولايه وانتوما وليداتنا اللي عايشين في الغربه. قصرة قبل الفطور، يا سلام. القصرة قبل الفطور بالورد والزهر والمياه العذبة في السواقي وعصافر في الشجر تغني بألحان وحنان وأشواقي. إليكم أنتم سيداتي أو نسي سادتي أينما كنتم وحيثما وجدتم، ما تنساوش الرقم اللي يظهر في أسفل الشاشة لكي نتواصل ونتفاعل سويا طيلة تقدر تقول ساعة من الزمن في 05 61 32 32 82. خوتنا المتواجدين هناك ما وراء البحار، ما وراء الجبال، ما وراء الحدود، بعد الصفرين مباشرة يديروا لنا 213 وتفضلوا وهلموا. مرحبا بكم إلى الحياة، مرحبا بكم كامل في القصرة قبل الفطور اللي إن شاء الله تجوزوا فيها وقيتها هايلة معنا مع الناس اللي راهم يتصلوا بينا، الناس اللي راح يحكيوا لنا، لأنه اليوم خيرنا واحد الموضوع خفيف ظريف على حساب الشهر الكريم اللي راهو يجوز. الله يبارك طبعاً. خفيف ظريف، احنا حبينا نعرفوا منكم انتوما اللي راكم تشوفوا فينا ولا حبيتوا تشاركوا معنا وشنو هي الامور ولا شنو هي الحاجه اللي تشهيكم في شهر رمضان. دوك انا وزميلي فيصل عجيمي بدينا نهضروا، هضرنا غير على حاجات المالحه، مي كاين ناس بزاف اللي تشهى الحلو. انتوما من وش من نوع تاع الناس؟ اسكو من نوع اللي تشهوا حاجه الحلوه ولا حلو ولا حاجه الملحه ولا مسوس ولا مسوسه ولا قارص ولا حلوه ولا بنه؟ المهم بنه عظيمه، المهم ان الجميع بنه عظيمه نتشهى نتشهى كامل لان الله محمد رسول الله. من بعد نقولوا لهم احنا واش نتشهوا. هذه نفس هذه نفس انا نفسي تواقع الى الى الى, إلى هذه رقمنا الهاتف 05 61 32 32. ومرحبا بكامل ناسنا وحبابنا. اول اتصال من الجلفه، شكون معنا؟ سعديه من الجلفه، اهلا وسهلا ومرحبا بك سعديه. مس الخير سعدت ايامك يا سعديه. الو شكون معنا؟ مليحه شكون معنا؟ سعديه. ما قلتيناش من بوش شهي، ما طرحناش من برا كيسيون. السؤال تاعنا تاع اليوم حقا لازم نجاوبوا على السؤال تاع البارح. السؤال واش كان قبل؟ شوف لا كي تفكري ولا لا لا. يلا اعطيني تاع السؤال ونعطيك الاجابه. والله غير نسيت انا ما نكذبش. لا لا والله غير ما عندي فيه زوج سؤال وإجابة. نسيت انا قلت لك نسيت سبحان الله. حصة موزايك من يقدمها؟ بارك الله فيك، ما كيقول نسيت عن بارك صح. اكو شاهدين. انا نقول لكم حصة موزايك اللي تبث في قناة الحياة يوميا في السهرة ابتداء من الساعة 8 تقريبا، هو الفنان القدير، الفنان اللي نحبوه، الفنان الجزائري اللي معروف في أفراحنا في أعراسنا اللي هو سمير تومي. تحية كبيرة لك اللي عندهم اللي يجاوبوا على السؤال. احنا نقولوا في آخر الأسبوع إن شاء الله إن شاء الله راح نديروا قرعة من خلاله، راح نديروا تيراجوسو ونجبدوا اسماء الفائزين الفائزات في البقال، في البقال ترونسبارون باش ما تقولوش باللي هكا ولا ما كاش بشفافيه. هذيك انا نضمنها لكم انا انا ضامن الله يا فيصل. لا على كل حال هي حاجه مفروغ منها، ولكن احنا نمشوا بالنيه صح، وربي سبحانه يحب مول النيه. خاطش مول النيه دائما ولا كي تزق عليه كاع اسمع ها هو مول النيه والله. هذه انا قلت معنا اتصال هاتفي. قالوا شكون معنا؟ ياسمين مصطفى. عيطت لنا ياسمين مصطفى البارح. ياسين مصطفى ياسين ولا ياسمين؟ ياسمين ياسمين البارح كلمتنا. اهلا ياسمين. الو انا نسمع فيك تهضري ياسمين، ما تقوليليش كاع رحتي هكذا ولا هكذا. انا على بالي. نعم ياسمين كي معانا ولا معاهم؟
أنا نعم نعم مساء الخير. هاني معاكم. علاش تهضري بلحن؟ ألو ألو السلام عليكم. السلام عليكم. أنا معاكم صحة. الله يعطيك الخير. مرحبا مرحبا. عيطينا البارح ياسمين. عيطت الأم تاعي. عيطت الأم تاعي. هي تاني واسمها ياسمين مصطيف. الأم تاعي اسمها سعيدة. سعيدة سعيدة مصطيف. مرحبا. هذه بنتها. مرحبا تسمى. شفيت شفيت. عندكم النبرة. نفس النبرة تاع الصوت. سبحان الله. والله نفس النبرة تاع الصوت. مرحبا بك ونقول لك رمضانك مرة واحدة أخرى بالصحة والهنا. بصح حسيتك باللي كنت شوية كاينة حاجة يشداتك، يا طياب يا شغل يا تليفون. طيب خلصت. طيبنا صباح. كلش ساجي. طيب درتنا كلش ساجي. الله يبارك الله يبارك. بعد درتوا لاكياس باينه هذه فيها قيلوله مالا. ما بقاوش يديروا القيلوله في رمضان. مش عارف نسقسي. لا 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 ما كانش قيلوله في رمضان. كاين كاين. لا شكون رجال يديروا القيلوله في رمضان؟ صافي يديروا الزكي. نسى يكونوا في الكوزينه. صافي يديروا والو. كانوا مال يخدمون ومال يطيبون. هذه هي ياسمين. حنا نقصوا علينا الشغل. حنا شوفي لو كان النهار فيه ماشي 24 ساعه، يكون فيه 48 ساعه ما يكفيكش باش ديري كلش، باش طيبي تجمعي ديري تخرجي تقضي تعاودي تولي. فهمتي؟ معناتها ما عندناش الوقت للقيلوله. يا ربي نرقدوا هذيك 7 سوايع 8 سوايع للليل. بالك يطيبوا صباح. قلت ربما عندهم بالك برنامج خاص بهم باش يريحوا شويه. كاين الناس اللي ينوضوا صباح يطيبوا كلش هكذا، ومن بعد يقعد لهم العشيه غير يسخنوا فقط. هذا كاين بزاف لما يديروها اشياء بسيطه هكذا. صح القيلوله هذيك يسحقوها على خاطر القيلوله فيها فائده كبيره. فيها فائده كبيره. لو كان نديروا موضوع نبدلوا الموضوع نقولوا شكون في النساء اللي يديروا القيلوله، النساء ولا الرجال تشوفوا الاجابه. لا نزيدوا الموضوع. لا ما نبدلوش حنا نزيدوا. مليح الخير خير. خلاص الخير خيرين. والخير خيرين اسيدي. ثلاثه اربعه دوك اللي عندنا نسقسيو شكون اللي يدير في داركم القيلوله من غير هذا سؤال واحد اخر. ولا حبيتوا تقولوا لنا ولا ما حبيتوش تقولوا لنا. قولي لي ياسمين. نعم. وشنو هي حاجه اللي تشهيك في شهر رمضان؟ اسكو حاجه حلوه حاجه مالحه؟ حاجه مالحه هي شرب افريك. الله حاجه مالحه وحرام بزاف تشهيك. شرب افريك تشهيني. شرب افريك. ايه شرب افريك دوك هكذا يا هايله. هاني نشوف فيها. شوفها مليح. هاني نشوف فيك. شوفها هايله. بالك بك تسيح على الطابله وحرام نسيح والو. طرام ما طرح كلش من المسحور. شتي كيفاش هو يبدع يبدع في التمثيل. لا روعه. في رايك في رايك هذا لازم له قيلوله ولا لا؟ ما لازملوش قيلوله باسكو يبدع. لا لازم له قيلوله. لازم نخلوه. لازم نخلوه. قيلوله خفيفه خفيفه. سويعه 5 دقائق. 5 دقائق هي قيلوله. 5 دقائق 15 مينوت للمقص. 5 دقائق يعيطوا لها الناعوسه. ناعوسه. ناعوسه. شويه. انا نسميها الناعوسه. ناعوسه. معناتها انت هي حاجه اللي تشهيك شرب افريك. شرب افريك. يا سلام. ان شاء الله الحمد لله مزيه كاينه موجوده. كاين يقولوا لها تشيشه يعني اللي هي التشيشه. احنا ما نقولوش تشيشه نقولوا شرب افريك ولا شرب غير مثال. لا يقولوا شرب كاين شرب افريك وكاين شرب مرمز. كاين مرمز. مرمز هي. وشرب افريك يقولوا افريك. جينيرالمون سي تشيشه يقولوا لها تشيشه بعض المناطق. احنا ما نقولوش تشيشه في بعض المناطق. قلنا بعض المناطق مانيش نقول انا كامل المناطق. في الغرب في الغرب الله اعلم في الغرب. ناس طيب. لا تشيشه في الشرق. يقولوا الفريك الناس باتنا. في بسكرة يقولوا تشيشه مثلا. شرب افريك نعم هي بدات هي بدات. في واتساب يقولوا تشيشه كذلك. قولي لي قولي لي راكي تتابعي قناه الحياه. في باتنا كذلك. يعني تبع قناة الحياة. عمي ممكن تقولي لنا إلى شفتي شيف وليد اليوم في الكوزينة لمت الكوزينة واش كانت الوصفة ديالو بالضبط لنهار اليوم 18 مارس. 18 مارس 2024 بينه. أعطيني الحل. ما تقولي لي لا على والو الحل. لمت الكوزينة. ما شفتش. ما شافتش. كنت منهمكة في الشغل. تقبضنا عليك. لازم نبعثك تخدم في البارك. على وين كاين الخلايا؟ معليش. شوفي ياسمين احنا نقولوا لك صحه فطورك. نشكرك على المشاركه وفي نفس الوقت الاجابه ما عندكش اجابه لانه هضرنا على الوصفه تاع اليوم. يعني في الكوزينه لمت الكوزينه الوصفه تاع اليوم معناتها الناس اللي شاف. نعم
بيتزا كاري. معليش إذا قلتي بيتزا كاري خلي بقاي معنا على الخط الداخلي. إذا كانت جاوبتي صحيح أو خطأ إحنا نحتفظوا بال بيتزا كاري بيضنجان، بيتزا كاري بيضنجان. بالبيض. أنا ما نقدرش نقول لك أنا صحيح ولا ما نحبش يقولوا لنا الإجابة. إحنا الإجابة راهي في الفوقة في الغرفة المظلمة تاعنا. فوالا، ألوغ أنت قبل ما تروحي خلي الرقم الهاتف تاعك وخلي بقاي معنا على الخط الداخلي. بقاي معنا على الخط الداخلي باش خاوتنا في الغرفة المظلمة ياخذوا العنوان الدقيق والمناسب. الله يعطيك الصحة. صحة فطورك. صحة فطورك. تلقاو ساعة الخير إن شاء الله. يعطيك الصحة. ملاقاة الخير إن شاء الله ورمضانكم بالصحة ولهنا. 05 61 32 82. ما تنساوش هذا هو الرقم اللي راهو يظهر في أسفل الشاشة وهذا هو الرقم اللي من خلاله نتواصل ونتفاعل سويا. كان حاجه ما تنساوهاش اخوتي لازم نقولوها لهم هذه. قولها لهم. التلفاز نقص التلفاز ما تقعدش امام التلفاز وانت تشوف في روحك زعما هكذا معلاش قعد على روحك بصح نقص التلفاز ويا مليح كي تنقصلو باش حنايا يعني نسمحوك في نفس الوقت يعني كي نكون نهضر معاك وتهضر معايا انت تسمحك وانت تسمعني ما يكونش هذا شوفوا بشرى الى شافتنا اتصال هاتفي ثانياً. اذا كان عيط البارح ماذا بك اليوم خلي خاوتنا يعيطوا خليهم براحتهم خليهم مرحبا بهم لا على كل حال مرحبا بكم عيطونا احنا نحبوكم نموتوا عليكم بصح كان بزاف ناس تعيطوا لنا باش كل واحد يعني يدي قصته نصيبه من المكالمه معنا اسماء من العاصمه اسماء مس الخير ومرحبا بك اختي مساء الخير صحه رمضانكم انتم تاني رمضانكم الصحه والهنا واش راكي اسماء الله بالصحه والهنا علينا وعليكم كاش ما حكي حابه تقولي لنا اسمع حسينا باللي حابه تقولي لنا احنا بقى احنا اللي لازم نقولوا لها شوفي والله بتأمني بربي من اللي بدا رمضان نسينا نسيتي حتى حكمت مازال رمضان مازال يا مكتوب طوال فقط يعني. وتشاركوا معنا كامل ان شاء الله وتتربحوا الجوائز القيمه قضيه وقت برك قضيه وقت يا اسماء قولي لنا برك انت يا من النوع اللي تشاهيك حاجه الحلوه ولا حاجه المالحه في شهر رمضان شوفي والله انا من النوع اللي ما نتشهاش واش كاين ناكل مليح بصحه بصحتك والو والو ما با شويه كش عفسه هذيك مش عارفه انا والو كاينه حاجه تشهياكم يعني ما كان حتى حاجه هكذا تشهيها والو والو كاين شويه والو والو ممتشمي ريحة ممتشمي ريحة بريح بس حتى الريحة مشي غير الذوق لي بنين حتى الريحة نقولوا ريحة بنينة ممتشمي هكذا حاجة من عند هكذا جوارين في الطريق ما تشهيكش قلت لك والو والله والو يا اختي مليحة مليحة معليش الحصة تاع الشيف وليد اليوم في لمة الكوزينة كنتي معنا تبعتي قناة الحياة ما كنتش معاكم كنت مشغولة يعني ما كنتش في الدار نعم معليش معناتها احنا واش نقولوا لك نقول لك صحه فطورك تهلاي في روحك وان شاء الله الايامات الجايين تشاركي معنا في سؤال واحد اخر في المسابقه يعطيك الصحه بارك الله فيك يعطيك الصحه بسلامه بسلامه ملاقاة الخير بسلامه دائما معكم ودائما مع اقتراحاتكم طبعا ونداءاتكم وتساؤلاتكم و حواركم معنا ان شاء الله معليش باش يعرفوا كذلك الناس باش يتصلوا بينا باش يعرفوا واش راحين يقولوا احنا قلنا الموضوع اللي خيرناه اليوم وموضوع خفيف هو وشنو هي الحاجه اللي تشهيكم في شهر رمضان اسكو الحاجه الحلوه ولا حاجه المالحه ولا المره ممكن تكون ولا قرصه ولا قرصه كاين حاجه اللي يحبها مسوسه يحبها قرصه والسؤال الملح بزياده يقول لك انا لا دير لي الملح بزياده كاين بزاف ويقول لك الملح فيه البنه يقولوا والله يعلم ما على باليش كان يقول لك يحب حاجه مالحه كان فيها ريحه الثوم ما تحلاليش قال كاين لي بايزون في لي غاطو يقول لك ما تكون فيها يا لوكان قطره شيكولا ما ناكلهاش كان يحب قضيه الذواق كل واحد الذوق ديالو كل واحد الذوق ديالو اما السؤال تاع اليوم اما السؤال تاع اليوم هو هي ما هي وصفه اليوم في لمه الكوزينه اللي قدمها الشيف وليد السؤال هو ما هي وصفة اليوم في لمة الكوزينة اللي قدمها شيف والد ومرحبا بكم رقمنا الهاتفي 05 61 32 32 82 ومرحبا بكامل الناس وحبابنا ألو ألو شكون معنا ألو ألو معنا اتصال شكون معنا ألو ألو سلام عليكم حورية
وعليكم السلام خويا. واش راكم؟ لاباس؟ الله يسلمك. رمضان كريم ان شاء الله. صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ثاني صحة رمضانكم وكل عام وانتم بألف خير. صحة رمضانك اختي، سلمك. مرحبا حورية، مرحبا. لاباس؟ حورية منين راكي تكلمينا من فضلك؟ أنا نعيط لكم مش فالي بالذات، أنا في الزريعة. غير هنا مش فالي، ماشي بعيد. ماشي بعيدة. ماشي بعيدة، ماشي بعيدة. بقومتي. على بها ماشي بعيد. ماشي بعيد، أنا ماشي بعيد، ماشي أنا ليش بعد. الله يسلمك خويا. قولي لي حورية، وشنو هي حاجة اللي تشهيك في رمضان؟ حاجة الحلوة، حاجة أنا مالحة؟ حاجة اللي تشهاني، ماشي حاجة حلوة، ماشي حاجة مالحة، أنا نحب حاجة قارصة. سبحان الله. كي شوف القارص هبدا جادور لو سيكرون. ريحته ولا بنته؟ ريحة القارص ولا البنة؟ الريحة ولا البنة؟ الريحة والبنة في زوج تقدري تقولي. سبحان الله. يكون بارد جادور هكذاك مش بخيفة نشربه هكذاك بارد. ويوميا انت تتكلمين على العصير مع الجو. عجو 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 جو جو سيترون. باينة باللي يوميا فريجيدير معمرة بالقرعة تاع كوكتيل تاع سيترون. ديجا درت قرعة موخيطو ولا كاع. حبينا وحدة موخيطو. اسمعي موخيطو بنعنع. يا ولا قلاص وميك بنعنع مالا بالجيدير. علاش ديري لنا هكذا؟ ديريه بالقرنفل المرة الجاية. والله حرام، والله حرام. غادي نسيب بتاعنا عندنا نبركوا القارص والماء. ماهيش مليح خلاص أنا. سبحان الله. سأسكت كثيرا. إن شاء الله. لن أسكت قليلا. إن شاء الله. إن شاء الله ستسكت كثيرا. إن شاء الله. راهي بدات تشنت الحالة. بدات تشنت الحالة. معليش نروحوا اليوم، شفتي اللمة في الكوزينة على قناة الحياة؟ مع الشيف وليد، مع الشيف وليد اللي ما في الكوزينة على قناة الحياة اللي تجوز العشية، يعني ما نقولوا لكش على قداش هي باينة على قداش. بصح قولي لنا اليوم في الوصفة، في الوصفة تاع الشيف وليد واش مدنا اليوم؟ واش قدم كوصفة؟ أنا جاب لي ربي وقيلة وقيلة شفتو دار لا غوسيت تاع بيتزا كاري ولا ما كتبنيش ربي. هذا ما كان بيتزا كاري، سما هذه ثاني مرة، ثاني اتصال، تاني إجابة على أنها بيتزا. المهم الإجابة. واحدة قالت فيها البيض، واحدة ما قالت. سمعتوني؟ سمعنا في خمسة على قارص قام ما يسمعوش. صح على حسب المعلومة اليوم دار دو غوسات، دار تخوا غوسات، دار ربع وصفات. معليش حنا مش فاو غير حنا، المهم تعطي تعطونا وصفه واحده صحيحه. ما شفتش كامل البروغرام ديالو، على بها قلت لهذاك هذه اللي جاي. ما انت الكادو نمدوا لك منه غير شويه. منا فصاعدا لازم تتبعوا شيف وليد، منا فصاعدا. ما تقولوا لي والو، ما تقولوا لي والو. اصبر فيصل دوك هي ما تخليناش نضل لا كريز. وبدا قلت لك فوالا دي الله يجيب الخير. فيصل هو دار كات غوسات، لا ماما دارت فيصل حوته طيب. حوته اليوم ما نقدروش نقولوا لك حنا حوته طيبها البارح. البارح حوته طيبها البارح، واليوم على بالك كاين كات غوسات وكي تعطينا غير وحده معناتها لو كادو نقسموه على اربعه. تسمى لم توزي في المسابقه. لا نظن هي وصفه واحده يعني من ربعه، من ربعه وحده، من ربعه كي تكون وحده صحيحة الدنيا وما يعني فيها. مقبولة الدنيا وما مقبولة فيها. معليش لي جات لي جاتها ما بصحتها فوالا، انا ولا هي ولا واحد اخرى. بارك الله فيك الصحة. مشاركة معكم حرية. بارك الله فيك. نعم قلت لك بارك الله فيك على المشاركة ديالك، الله يعطيك الخير. الله يسلمك خويا، تعيش خويا ويحفظكم. يعطيك الصحة. باينة خفيفة الروح، باينة بلي خفيفة. الله يعطيك الخير إن شاء الله. وتحياتي لكل العائلة إن شاء الله. إن شاء الله، يعطيكم الصحة ويحفظكم. لا تخش إن شاء الله نعاودكم. إن شاء الله. إن شاء الله، مرحبا مرحبا. مرحبا. رقمنا الهاتفي هو 0561 32 32 82، ومرحبا بكامل ناسنا في 58 ولاية واللي عندهم يقدروا يتصلوا بنا من خارج أرض الوطن، يديروا لانديكاتيف لو 0213 ويكملوا الرقم الباقي. معنا اتصال واحد آخر. معهم وكسروا معهم باسكو انتوا وحشوكم بزاف بزاف. آية من الجلفة. رقية. رقية من الجلفة ياك. أهلا وسهلا. ناس الجلفة اليوم راهم بقوة. رقية واش راكي؟ لاباس الحمد لله. رانا نسمعوا فيك بعيد. بعيد بزاف. ماذا بك لو كان يعني تكوني في مجال التغطية باش نسمعوك أحسن. المكالمة بعيدة بزاف يا جماعة الخير، هكذاك باش نشدوا مكالمات واحد أخرى اللي يسمعونا يقعدوا في مجال التغطية يتكلم معنا. راكي تسمعي فينا رقية؟ رقية هاني نسمع فيك.
لا بعيده بعيده بزاف بعيده بزاف. جماعه الخير والله ما نقدروا نسمعوا. على كل حال حنا نقول لكم حاولوا تتصلوا بينا على رقمنا الهاتفي اللي هو 0561 32 32 82. ومرحبا بناسنا وحبابنا، وحوسوا على المكان اللي تكون فيه التغطيه على الاقل هكذاك باش تسمعونا ونسمعوكم وما نضيعوش الوقت ونعطيو فرصه للناس اللي حابين يتصلوا بينا ويشاركوا معنا. مرحبا في الموضوع اللي هو شنو حاجه اللي تشهيهم في شهر رمضان؟ يا سلام، حاجه اللي تشهيهم ولا المالحه ولا الاخرى؟ قالت لك انا شهيني القارص. قارص ايه. تقدر تكون حاجه مره تشهيه. اي كاين ريحه تكون حاجه مالحه. القهوه اي ما ريحه يا ربي واش راكي ديري؟ ريحه النعناع. ما تقولي لي علاش تهضر؟ القهوه واعره القهوه. انا كاينه حاجه شتي لا كوكوت تفطر هكذا وتقول لك تفطر هكذا ونقولوا الله الله هكذا ومن بعد قاعد مع العائله الله الله يا منا ان شاء الله شملكم. ومن بعد تسمع واحد تسمع قرقر 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 قرقر. راهم متهنين منك العائله تاعك. جميل جدا تاع البقراج تاع القهوه. تهناوا منك بعثوك الماء. يما العزيزه يا يما. خويا العزيز بابا العزيز. روعه روعه. الله يجيب الخير الله يجيب الخير. كاين اتصال هاتفي؟ داب نهضروا على الداب. انا نهضروا على القهوه. نعم. داب بنتي في رمضان. ايمان مشلف اهلا وسهلا مرحبا بك. الو ايمان. الله يقوي الإيمان. إيمان علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا إيمان. السلام عليكم شراكم. لاباس لاباس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. مرحبا بك يا إيمان. إيمان مدى بك حفظكم. الله يحفظك صحة فطوركم وصحة رمضانكم ورمضان كريم. ولكن إذا كان ممكن أختي إيمان نقصي نقصي واحد نقول له زيد زيد واحد نقول له نقص نقص نقصوا لنا التلفاز. بالعكس أنا التلفاز إيمان ديري بالعاني درك ولا كيفاه كي حابة نجي نشلف نقص أنا نجي نشلف نقص التلفزيون ما كاش منها هذه. إيمان نقصتي له نقصتي له. إيمان جاوبينا جاوبينا. شوفي دابا نروحوا للمهم. وشنو هي وشنو هي الحاجة اللي تشهيك في شهر رمضان؟ حاجة الحلوة ولا المالحة؟ قسما بالله العلي العظيم خليها تهضر يا فاشل يرحم والديك. ماشي قلت لك نقص له. احنا نهضروا معاك كي هضرت قس دو زابيل على بالك. حاجة الحلوة حاجة حلوة انت يا كيما وشنو؟ حاجة الحلوة كيما وشنو؟ زلابية قلب اللوز العسل وشنو هي حاجة الحلوة؟ حاجة حلوة قلب اللوز. ايه معليش قولي لي الوصفة تاع اليوم في لمة الكوزينة اللي قدمها الشيف شيف وليد. طبق الحلو وقلب اللوز زلابية وأنواع. راهي في السؤال الأول هذا. هاي في السؤال الأول. بصحتك لا قلت أنا علاش هاي في السؤال باسكو ما نقصتلوش. كانوا ديك غلاجو والله العظيم ونحكمك في شلف قسما عظما. بعد تقولي لي أنت وعلاش تهضر؟ ما نقدرش انا ما نقدرش. تراك ما نقدرش نخبيها في قلبي. لا لا ما تخليهاش في قلبك العزيزه. ما نقدرش ما نقدرش انا ما نخبيش انا انا نقول انا طلع غالب انا نهضر نقول. هذوك راهي تسمع دوك الاسئله الاسئله ونحكم دوك نعطيك السؤال قسما عظما والله العظيم. بون اعطيها السؤال اعطيها السؤال اعطيها السؤال لاكريز لاكريز حكماتك. سي بون. وصفه اليوم في لمه الكوزينه اللي قدمها الشيف والد. اليوم ما تفرجت بامي وقيله دار بيتزا كاري وانتج وقيله وقيله. صحة فطورك. باي باي صحة فطورك. بارك الله سلامة. فيك باي باي. سلامة بلقات الخير ان شاء الله. بصح نحكمك في شيء ما تقولي لي والو والله هذه هي 0561 32 32 82. وبالك نتقبض عليكم في كاش جيهه باسكو نقدر ندير 85 خلي نفوت لكم بالخير. 58 ولايه كنت حقول 85 ولايه. ما تقدرش تعرفي. لا لا يكفينا 58 ولايه. انا نزيدو مليح زياده غير من النقصان. نروحوا لفاتيحه. زياده فاتيحه مس الخير. الو فاتيحه. هالو خويا السلام عليكم. وعليكم السلام خويا العزيزه واش راكي؟ لاباس كي راكم كيماكم ملاح؟ لاباس الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي. كيماكم قاعد ملاح؟ رانا هايلين سورتو كي تعيطونا نتوما رانا هايلين. انا هايلين يا فاتحه. فاتحه كش ما كي حابه تقولي يلا تفضلي. ايه هكذا باش تكون حاله خفيفه. ايه واش كي حابه تقولي لنا؟ هي حاب نقول لك تفضلي شرقت لها. قولي ما تخافيش قولي ما تخافيش ما نجيش ما نجيش ما تخافيش. عمك ساره لا ما نروح علاش لافو امنتي ما كاش من عندي كاع. تفضلي فاتحه تفضلي. معليش اختي. نعم تفضلي معليش سقسيني سقسيني ان شاء الله. نعم
نعم صحيح ما نراك لا لا مكالمة هذه ما لا لا جاب لي ربعي تهضر لا راهي اني حاسه باللي كلي راهي بنش عارفه تهضر راهي مقسومه معناتها راهي معايا لا لا معاك وبالك مع العائله ومع الفامي احنا نقول لكم رانا في قصره قبل الفطور على قناه الحياه يرحم والديكم كيف تتصلوا بينا معليش احنا رانا وقتنا راهو ليكم هذه السويعه راهي ليكم رانا معاكم رانا مخلين ولادنا مخلين ديورنا رانا معاكم على الاقل كي تتصلوا بينا كونوا معانا سمعونا ونسمعوكم ومرحبا بكم رقمنا الهاتفي هو 05 61 32 32 82 ومرحبا بكامل ناسنا وحبابنا بقاو معنا ولكن تصنتوا مليح يقول لك قول خير ولا سكت خير صحيح يقولوا ناس زمان قول خير ولا سكت خير احنا مرحبوا بكامل ناسنا وحبابنا بعدوا على التلفزيون نقصوا له خلي قسمة تسمع انت وقسمة نسمعوا احنا هكذاك باش ما نضيعوش الوقت يا جماعة يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. الو الو نروحوا لبليدة. بليدة نعم الو شكون معنا؟ فريدة. الو فريدة مساء الخير ومرحبا. الو فريدة. فريدة كي تسمعي فينا؟ نعم مساء الخير ناس بليدة مرحبا. يرحب بك الجنة. نعم وش الله يحفظك وش راكم لاباس؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله شفتي يا مات الله كيفاش راهي تجري يا فريدة؟ صح يا سعدك يا فعل الخير كل نهار ناقص من العمر كل نهار ناقص من العمر الله يقدرنا وإن شاء الله ربي يتقبل صيامنا وقيامنا آمين إن شاء الله إن شاء الله لقينا ملاقات الخير إن شاء الله إن شاء الله آمين قولي آمين لي آمين إن شاء الله آمين 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 إن شاء الله صيامكم مقبول وصيامنا مقبول إن شاء الله آمين 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 يا رب العالمين سقسيها واش تحب تاكل حلو ولا لا نعم انت يا واش تشهي يعني في رمضان وشنو هي الحاجه اللي تشهي حاجه حلوه حاجه مالحه حاجه قارصه حاجه مره حاجه مسوسه شنو هي الحاجه اللي تشهيك نعم في شهر رمضان المعظم نعمتك دائما نتشهى حاجه مالحه شربه كيما الشربه نتشهى حاجه مالحه وحلوه شربه ما عندهاش مشكل تحب الحلو تحب المالح شحا واش تحب بالصحة كل واحد يشحا واش يحب يا خويا شربة وحاجة قريوش حاجة تاع قريوش الله على القريوش واحد واحد الأيام يعني قريوش حاب وناس بليدة واعرين في الصمصة وقريوش وكامل هكذا قريوش هكذا ما نقدرش نفسر واعر بزاف قريوش كان ديرو خالتي والله فكرتيني في خالتي ربي يرحمها ويوسع عليها الله يرحمها ويوسع عليها يعني من هذا المنبر وفي ايام مباركه كيما هذه زيد ندعي لها بالرحمه يا ربي يرحمها وتانا كاملين والله العظيم غير واحد البنه عظيمه جدا ربي يرحمها ويوسع عليها يعني انا اكتشفت القريوش هذا من خلال خالتي من عند خالتي ومن بعد وهي اللي علمت الام تاعي قالت لها روحي باسكو خالتي هذه كبيره بزاف الله يرحمها هاي خالتي صالحه الله يرحمها ان شاء الله يكون متوهج ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وقولي لنا اختي فريده اليوم شفتي الوصفه تاعها في الكوزينه الناس تاع زمان يسلمك راهي شويه بعيده يسلمك قولي لي فريده نعم لمت الكوزينه على قناه الحياه شفتيها اليوم ايه شفت وحده ايه غسات وحده معناتها ايه وشنو هي وشنو هي نعم وشنو هي اللي شفتيها مع الشيف وليد واش شفتي؟ لغوتوها بيتزا كاري بالباذنجان بيتزا كاري لا بيتزا كاري وحده والباذنجان وحده واش بيتزا كاري بالباذنجان باسكو مازال ما البيتزا بالباذنجان هذه صعيبه بزاف ناخذوها بعين الاعتبار ان شاء الله دير بيتزا بالباذنجان ولا بيتزا وحده والباذنجان وحده لا لا هي قالتك بيتزا كاري بالباذنجان انا هذا وسمعت ما كاينه كاينه بيتزا بالباذنجان نزيدوا لها شوفلور باش تعرف جاتو بالباذنجان بيتزا بالباذنجان هيا خلاص هيا خلاص نشوفوا مع والد دوك نشوفوا مع الشيف والد يقول لنا باش تعرف انا بيرسون انا نحكمو اون بيرسون نقولوا فهمها لي هذه لازم تفهمها لازم يفهمها لنا هذا سي والد سي كوا سي ماساك ماشي والد لا 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 لازم نعرفوا قبل واش داروا ماشي صح لازم نعرفوا عيطوا لنا الشيف والد يرحم والديكم عيطوا لنا الشيف والله هذاك غير يجي هنا يحضر معنا في البلاطو ما نقولولوش لا لا معليش هكذا بسم الله والد الله يبارك باذنجان في البيتزا
معليش غير بالعقل. على كل حال يعطيك الصحة اختنا فريدة، تحياتنا الناس بليدة، نقول لك الله يسلمك ورمضان كريم وبصحتكم العزيزة، يعطيكم الصحة. بارك الله فيك على التواصل تاعك الأخت فريدة. ولك عبالك ساعات ساعات الإنسان يحقر أنت بيناتنا، أنت تتصور يعني تخيلي أنه بيتزا هكذا باذنجان ما نديرهاش في راسي. ولكن واحد النهار أنا نشوف في اليابان، هذه في اليابان بطاطا، ايماجين بطاطا مقليه باش بشيكولا، حق الله المعبود. وكانت الدور كان الدور يعني في منصات التواصل الاجتماعي بطاطا بشيكولا، هذه انت ما تجيكش في الناس اللي كانت تاكل باذنجان وما ناكلش بالشيكولا هذيك وبطاطا، يعني نقول لك مقليه فخيت، ومن بعد كينشفوها وكذا، ومن بعد يروح يديروا لها واحد يديروا لها شوكولا، والناس تمشي في الطريق وتاكل وفرحانه ميته بالسعاده. سبحان الله. حاب نسيها. ايه مليح الانسان يدوق يدوق الادواق. دونك انا قلت لك ممكن جدا ولا صح يعني بيتزا باذنجان. فن واسع تمشي؟ لازم ندوق وما نعيفوش الماء. الو شكون معنا؟ نسوارن. ايه نسوارن. نادية. اهلا وسهلا ومرحبا. نادية واش راكي؟ الو. نادية. رانا نسمعوا فيك بعيد جدا نادية. وعليكم السلام ورحمه الله. نودي نودي يا ناديه، نودي فطني فطني الحياه نودي قريبي ادن. راكي في قناه الحياه، وعلى بالك الحياه فيها النشاط، فيها الحيويه، فيها الحياه، فيها الحياه. هذه النود هذه لازم الكاميرا وني. نعم نعم ناديه مس الخير. حبيت نشارك. انا يا الحق نسمعوا فيا؟ اني نسمعوا وانا نسمعوا فيك. كنت سمعوا فيا؟ رانا نسمعوا فيك. واه راني نسمع. انا لحقت على الشيخ وليد قال لي شوف تاع البطاطا قال البطاطا وتصل الكلوطة وطحنها بشاعة قالها الكافاش قالها خضرا خضرا مبدل. هاي تعطيك خارج هاد كامل. وبعد حقت على التحليلة. اها وفي التحليلة واش دار؟ الطبقة الأولى تاع الأناناس كاينة. جميل جميل جدا. وحتى الثالثة قال أنا ما نحبش الباذنجان، دار في المرقة. ما يحبش الباذنجان في المرقة، واش دار؟ بطاطا صغيرة هكا حب حب صغار. إيه؟ ما دارهاش في البيتزا. أنا على بالك من أشكال ابتدي أنا مريضة. شنو نسكتي نقول على البيتزا؟ شكون خلق البيتزا؟ قاعد نهار وأنا شعل القنوات تاع الصيام. إيه؟ التالية شفت الباذنجان دارها. فارسه وجبت الفرناطه تاع الكبته والصل. الله. دارها في الباذنجان شوفوا شنو هذا. بعد بالله. قبل ما يبلع في الفرماج غافي فوقها. بلعها وحطها في الكلاطه. اي ما الفرماج غافي. هذه البيتزا اللي سمعت فيها ما قدرتش انا اليوم. هذه التاليه. هلكتيني يا اختي العزيزه. كي جا الشمس. عاود غير لي قناة باش تشتري. ها رحمتي خلاص الدوحة. جواتينا يا نادية والله. نادية 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 حبك بلي راح نطيح انا خلاص. تغاشى الزيد تغاشى. انا راح نتغاشى راح نتغاشى. دوك يرحم باباك شكون يرفدوا يديه لدارهم هذاك. ومن بعد شكون يقدم لكم البرنامج شكون؟ عبالك حسيت كلشي دارت قا ما حسيتش سمعتها انا انت حسيتي انا سمعتها سمعت ال والله سمعت بطني يغط غطا يغط غط 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 والله الغط غط. نعم نعم نادية نادية بدات بالعقل وبداك راه ديرك المعجب بصح واش الشهايه انت واش الشهايه ما قلتيناش واش الشهايه رحتي مباشره للسؤال وجاوبتي عليه بصح قول لي واش الشهايه عرضنا كلش كامل ولك الحياه اللي نشتاها بزاف القهوه القهوه اللي كنت تدي لها هاي 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 على بالك هذه فيها تقليعه من الان للوهر مباشره نجي نشرب معك قهوه عندك القهوه نجي ونشربوا قهوه معك نشرب قهوه عندك والله العظيم والله العظيم هي مليحه والله غير مليحه جدوا نلحقوا لو كان جدوا نلحقوا بالفطور باين باللي باين باللي تعرف لها هذه خطيره جدا هذه ناديه قهوه ما عرفت تربح الله يعطيك الخير ربي يعطيك الصحة نادية يعطيك الصحة الخير إن شاء الله تاكل العرق والله غير طلعتي لنا يعني المعنويات مع الأول بدات كلين على بالي
قلت لا لا طلعتي لي المعنى، انا هلكتي لي الرحمه ديالي يعني بالجميع. اسمحوا لنا على الكلمه القذيفه ولكن لازم نقولوها هكذا. انا قلت ما نخليش غطغطا، دارت لي الغطغطا فوالا، دارت لي الغطغطا. اليوم زوج مصطلحات الغطغطا والنعوسه. نعوسه نعوسه هايلة، نعوسه نعوسه تاخذ نعوسه يعني صديقتي نعوسه. الناس اللي ما لحقتش بينا وهذا ولا لحقت بينا نقول لهم نعوسه تقصد بها القيلوله. القيلوله انا نعيطها نعوسه. حكمك هذه هكذا راح تبدا تراقب شويه تاع سامينوت، ماشي دعوسه هذه هي خمس دقائق 15 للماكسيموم. كان اللي يضرب ربع سوار قاعد يقول لك بلاص ربع سوار قاعد ميت كاع يقول لك درت لاسيست. انا هذه مازال ما يا الله يا كيما قالت لك البيتزا بالاخرى قالت لك بيتزا وينوض مجنف لي يرقد ربع سوايع وزيدي نوض مجنف نوض مجنف روح انت هضر معاه ولا قول له زعما السلام عليكم ولا ها تغلط تهضر معاه هاي زعما مثلا تقول لي ربع سوايع انت رقدت سبع ايام بعد قلت لك صح فطورك خويا انا ما نكذبش عليك ما تجاوبنيش انا على حسب الام تاعي باسكو امي تقول انت الصباح ماش عيان كي تنوض عيان ماشي بنادم كاع تنوض مشنف مش عارف ماشي مشنف تقول يضربوك في الليل تقول مانيش عارف ما على باليش هكذا تنوض مشنف لازم حتى نشرب باتاي ولا لازم مومون باش نعاود نولي الاصلي باسكو تماك ما نكونش في اصلي والله ما نكونش في اصلي في فيصل يكون اور ماشي بين الفيصل بين الفيصل بين الفيصل بين الفيصل بين الفيصل كان بين الفيصل هذه هي واعره بزاف هذه نروحوا نعاودوا للبليده نروحوا عند شهره شهره زاد الو فاطمه الزهراء واش راك عبالي شهره زاد الو مساء الخير مساء النور واش راك خويا والله الحمد لله واش راك يا ياسر دايما راك بخير لا بس الحمد لله يا ربي عيشك الله يعطيك الخير الحمد لله مرحبا بك مرحبا بك فاطمه الزهراء فاطمه الزهراء مرحبا بك فاطمه الزهراء يسلمك يا اخي ما ديرش انا نسمعوا فيك كي تسمعي فينا نعم خمسه على خمسه اي تسمع فينا تلفزيون كي نقصي سنة سنة حكمتها تلفزيون ناقص لا لا ناقص تلفزيون لا لا ماهوش ناقص ماهوش قدام تلفزيون راكي راكي قدامه شوية هكذا ولا والو لا لا أنا بعيدة عليه كي بعيدة مالا غلقي الباب غلقيها غلقي كلش قعدي وحدك في الغرفة باش نسمعك مليح لا لا باش نسمعوك مليح وتسمعينا يعني في في نعم في نعم لا لا باليش لا درك هكذا بيان غلقتي الباب غلقت الباب نسمعوا فيك درك هكذا نقدروا نتكلموا معاك مليح وشنو هي حاجة اللي تشهيك فاطمة في شهر رمضان المعظم حاجة الحلو يعني الشهر في الحلو حلو مثلا كيما وشنو نقلب اللوز السيرية الاخر زبية وتاكليهم كل يوم يوميا تاكليها تسمع لا 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 ماشي كل يوم نذوق هكا نشهاهم تنحي نضوق. تنحي الشهوة تاع تاع النهار واش ناسي كاين اللي ياكل بعينيه لا لا جينيرالمون الانسان ياكل بعينيه لا بعيني ياكل بعينيه صح احنا عندنا مخرج تاعنا حقا المخرج تاعنا قال لك يضرب الغرنوق يموت على الغرنوق يعجبني الغرنوق ولا غربني ايه قلت لك هو ماشي يحب يحب الغرنوق هو يعني يتشهر يزيد لها غير شويه دواره دير فيها بكبوكه حاره والمطلوح بكبوكه وقرعه ها خلاص ها كيف تحب تقعد نورمال دوك هاي فيها هذيك البكبوكه نصبر من لا بروفوكاسيون واش من الو واش من الو ما بقاش الو كاع يا فاطمه الزهراء هاي ما شتيش واش راهي تقول هي منا ما راكيش تسمعي ما كيش تسمعي فينا انت انا نسمع ما شتيهاش واش قالت واش قالت جميله واش قالت جميله هذا هو السؤال تاع اليوم دوك هيا تبدل السؤال تاع اليوم واش هي لا غوسه اللي هضرت عليها ما تقولوا لي والو انتما اظن لحقت مع التحليه تحليه ما كانتش معنا تحليه ما كنتيش معنا مي معليش معليش ما فيها والو غوسات اللي كنت نهضر عليها يا لالا مولاتي يا لالا فاطمه الزهراء هي البكبوكه هي البكبوكه البكبوكه تعرفي البكبوكه ايه نعرفوها الدوار بكبوكه كبرت فاش يقولها كل واحد كيفاش يقولها صحيح كل واحد كيفاش يقولها بنينه في رمضان بنادمه بالكبابه العصبان ايه ما بالعصبان الو يحا واش يدي لي مساء الخير مساء مره واحده اخرى فاطمه الزهراء يا ايمان عزيزه شنو هي الوصفه الوصفه اللي قدمناها يا ايمان عزيزه روحي شوفي وليدك في الاستوديو كيفاش راهو يعاني يا ايمان عزيزه فاطمه الزهراء نعم الوصفه تاع اليوم في لمه الكوزينه اللي قدمها الشيف والد وشنو هي؟ الحق الحق مع التحليه تحليه بفخاز و ايه لا لا ما نقدرش نقولوا لك ما نقدرش نقولوا احنا انتم تجاوبوا ومن بعد في الغرفه هذه الحقه
بارك الله فيك، الله يعطيك الخير ان شاء الله. شكرا على التواصل ديالك ان شاء الله، ماشي من اليوم ان شاء الله، اقعدي معنا على تواصل، وقعدي معنا طبعا في البرنامج، وقعدي معنا في قناة الحياة، لا تذهبوا بعيدا، نعود اليكم بعد الفاصل. يلا فاصل فاصل ونواصل، يلا واش قلت لنا، بعثوا لنا الفاصل. فاصل خفيف، تعاودوا تقولوا لنا ونقولوا لكم هذا ما كان، احنا كي نقولوا لكم هذاك السعاده تاعنا، يعني واحد والله سعداء، يعني لا الحمد لله رانا نجوزوها مع ناسنا وحبابنا عبر هذه الشاشه الصغيره، ولو بليزير بليزير ان غران بليزير لينا حنايا باش نتلاقاو مع خوتنا، وخاصه كي يعيطوا لنا هكذا ولا غير سيتا يعطونا وقت ووقت 05 61 32 32 82 نتفاعل ونتواصل باش نقصروا نضحكوا. هذا ما كان ماشي زعما راح ندير لكم ماده علميه، احنا علماء احنا بسطاء، بالعكس على خاطرنا باش نحوا شويه على خاطرنا، ندوزوا هذه القصره قبل الفطور معاكم انتم، هذه حلوه، ومن بعد نروحوا للدار ومن بعد كل واحد يتشهب واش يحب. هذه هي الحكايه. كاين اتصال البكبوكه، هلكتيني بالبكبوكه. نروحوا لتيبازا معنا يانيس. يانيس اهلا وسهلا. تيبازا وناس يانيس. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، واش راك يا نيس؟ والله لاباس الحمد لله. رمضانك بالصحه ولا هنا؟ الله يسلمك، صحه رمضانكم كل عام. الله يسلمك انت ثاني. يا نيس راك مقابل البحر ولا؟ لا لا ماشي البحر. لا واش راك دير؟ راك في الدار ولا برا ولا وين راك؟ مقابل الكوزينه. في الدار في الدار راك مقابل الكوزينه، راك تستنى انت راك حاكم الطابله باينه. شديت بلاصتك. حكمت البلاصه الكوينه. قل لي يانيس، على بالك باللي في كل دار تلقى واحد قبل اذان يحكم الكرسي ديالو دائما دائما، يا اما اخت يا اما واحد من الخاوه. شكون نتوما اللي عندكم يقعد هو الاول في الطابله؟ شكون يقعد في الطابله؟ هذا تريد نزيدو كاينه صح. شكون انت واقي نتايا؟ لا يانيس الاختي، عندي اختي هكا هي الاولى. ايوا ما نزلش حكم الطابله حتى الاذان. بابا وانت تاك تعاند فيها تما؟ لا هو راه جاب بروحه مسكين يانيس. مؤثره اختو، مؤثره صعبه. قول لي يانيس واش قلت لك؟ اختك اثرت عليك وليت تقعد انت ثاني في الطابله؟ لا هو قال لك لا حتى اذن انا غير اليوم برك، غير اليوم اليوم خلاص. اليوم برك اليوم تما 8 ايام. الله يعطيك العافيه، الله دائما تبعوا الحصه تاعكم، والله غريت مرحبا نكمل معاكم حتى الله خملي تبدا حتى تخلص. مرحبا بك وليدي، مرحبا. هاو قللتي بازا اليوم انا ومن بعد راني قول لي يعني تخدم ولا تقرا؟ الصيف نخلطها اليوم. نقرا. تقرا؟ ايه. في الجامعه ولا في الثانوي؟ في الجامعه. ايه الله يبارك. بالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله، ربي يسهل لوليداتنا وليك انت في كل خطوه ان شاء الله في قرايتكم. دوكا نروحوا، حبينا نعرفوا من عند يانيس ان شاء الله وشو هي حاجه اللي تتشهاها في رمضان، حاجات الحلوين ولا حاجات المالحين؟ والله بزاف قبل الفطور نتشهى الحلوين نتشهى المالح. ايه تالي المقبلات البوراك الكتوفي البيتزا بزاف يعجبوني. كلش مسكين تتشهى كلش انت، ما انت كيمانا تاوي انا وياك نتفاهموا فيها كاع مليح. قلت لك نقلع لتي بازا، قلت لك فيها تقلع اليوم. بون الجماعه لا يشوفوا فينا في الدار ولا ما نجيش اليوم، راني نفطر في تي بازا. رايح عند يانيس. خلاص سهره مطهرين فيك، قول لي. تعيشك تعيشك يانيس. الله يخليك تفضلي. وعلى بالك يكونوا الخيات في الدار، يزيد فضلك اخويا، كي تكون كي يكونوا الخيات في الدار وتكون لميمه الله يبارك تانيك في الدار، عماره الدار على بالها باللي على انت راك ضامن باللي حاجه اللي تتشهى تحضر، هي باينه. صح ايه ولا لا؟ معناتها يعطيهم الصحه كيما كان الحال، ما يخليو في قلبكم والو، كي خياتكم كي ماتكم. والله صح، ما مانيش على روحي كل رمضان هكا، جامي تما شهيت حاجه وما لقيتهاش ولا ما كليناهاش. الحمد لله ربي يجازيه اللي قدا، ربي يجازيه بالخير، واللي طيب ربي يجازيه بالخير. واللي كلا كذلك ربي يجازيه بالخير. واللي كلا كيمن زعما اللي كلا مسكين فوالا ما جازيه. ايه اللي قدا واللي طيب هو الصح، اللي قدا واللي طيب. هذاك بالدرجة والاخر يدي درجة قليلة وخلاص، مهم كاع. اعطيلو السؤال، اعطيلو السؤال. السؤال الشاف والي ما عرفت تبع انت قناه الحياه تبعها؟ ما عرفت تبعها. صح، شاف والد في البرنامج ديالو وشنو هو ولا وشنو هي الوصفه اللي دارها اليوم؟ وعلى كل حال دار اربع وصفات
كي تعطينا وحده صحيحه راك في الليسته كما قلت راك في القائمه. هذيك كي زابيت لحقت عليه داير واحد البلاك هكا وحاط في الباذنجان هكا ومرشه بالجبال بالفرماج رابي. هذاك معناها هذاك واش على هذاك واش شفت بنينه ياك يا نيس باينه باللي بنينه بان باللي تشهاها شهيتها شهاك والي واعر والي وليد قلت لكم واعر والي انتم ما حبيتوش تعملوني قلت لكم والد واعر وانتم ما حبيتوش تعملوني معليش صحاب الغرفة صحاب الغرفة ما يمنوش معليش هاي فيكم ها تحية كبيرة لبون جماعة الغرفة على كل حال رجال خفا كامل سلمى هاي اللي في القمة الله يبارك عليهم كامل الله يبارك عليهم وربي يحفظهم إن شاء الله حنا نقول لك بارك الله فيك على التواصل ديالك صح فطور مهم إذا كان قطعت من عندنا ما تقطعش من عند خاوتنا في الخط الداخلي وقعد معنا على الخط الداخلي باش ياخذوا العنوان ديالك ونروحوا مباشرة للمكالمة واحدة أخرى إذا كان موجودة إذا كان غير موجودة نحن في انتظاركم دائما في 0561 32 32 82 خوتنا المتواجد هناك ما وراء البحار ما وراء الجبال خلاص هذوك يعيطونا اليوم جايين غدوة غير غدوة دابين احنا ما يعيطوش كاع بصح سي با نورمال معليش نو نو خرج ديك لاجور راه عيطونا ما تقولي لا ديك لاجور لا والو شوف من غدا ان شاء الله لازم يعيطونا ما يعيطوا الناس معليش عندي سؤال ليك فيصل ندير لهم العمليه تفضل هاد الـ هاد الـ هاد الامبيونس اللي راك ديرها في الدار هكذاك انت تاني. ولا غير في الدار هكذا كيف كيف الدار حتى وين يكرهوا كاع يقولوا لي طلعت ما تسمع ما تسمع فرحانين كي راك خدام قبل الفطور يفرحوا كي نخدم لا لا تسمع فرحانين كي تهناو منك قبل الفطور تهناو مني ما يتهناوش مني انا ما يحبوني انا يحبوني لا غالب نروحوا البراقي لا لا ساعة لا لا يا ساعة لا ساعة ولا غير يتهناو مني واحد يقول اه يا عبدو اه يا عبدو مي معليش هاي فيكم انا من ناقلكم هاي فيكم اه حسنا بحال وحال فينا حمزة مس الخير مس النور لاباس لاباس الحمد لله وانت صحة بخير يفرحك حمزه الله يعطيك الخير اقعد في مكان فيه التغطيه برك ما تخرجش اقعد حك بلاصه فيها التغطيه ديالو ما تبوشيش بزاف هاك معايا فهمني عمك راك تتكلم معنا والله رانا نسمعك وكانك تحت الطرق السهليه سمعوا شغل ما نسمعوا فيك مليح واحد يقول الحقيقة سبحان الله العظيم طب شورت الو الو حمزة راح كاع غرق هذا غرق خلاص لا لا بعيد الشر علي حمزة غرق يعني اصبر اصبر دقيقة حمزة حمزة راك تسمع فيا خويا 10 على 10 حنا ماناش نسمعوا فيك مليح شوف حوس على بلاصة اللي يكون فيها الريزو باش نسمعوك مليح اقعد في التغطية التغطية ماشي التغطية قطع الاتصال معليش ماشي التغطية التغطية تاع المجال تاع تاع المكالمات الهاتفية نروحوا لإيناس نروحوا لإيناس لا غالب لا غالب أم إيناس أم إيناس لا أم إيناس أم إيناس أهلا وسهلا وهرن نعاودوا نقولوا الوهرن ألو أم إيناس أم إيناس أم إيناس أين أنت يا أم إيناس وهرن مرحبا أنت ناس وهرن كاينة أم إيناس ولا ما كايناش أم إيناس ألو نعم مرحبا بك أم إيناس كي ندير لك هكذا كي ندير لك هكذا أم إيناس معناتها خليها تهضر ما يعني نحس أنا نعرف يا حباك أنا كي نسمع هنا يا راني نشوف أنا الأمور يا ربي قدرني وصبرني يا آمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين يا ربي قدرني وصبرني آمين يا رب العالمين يلا روح هضر إيش تقول آمين أم إيناس ألو نعم أم إيناس ألو الو كاين مشكل هذوك كاين خدمتكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله انتم الله يعطيك الخير ان شاء الله الله يحفظكم ومنورني الشاشه يفرحك بكم انتم ولا غير بكم انتم يسلمك راكي جميله لاباس الحمد لله نحمد ربي ونشكر اختي العزيزه راكي عايه الحمد لله والله كي نسمعوا صوت ولاد البلاد وبنات البلاد هذاك هو الصح عندنا احنا الله يسلمك ربي يخليكم امين اجمعين كيفاش راهي الاجواء في وهران تحسي صح رمضان الامبيونس تاع رمضان صلاه التراويح الناس برا الاضواء كاين هاد والله يبارك زعما الله يبارك عندنا هنا في وهران الله يبارك الله يبارك الله يدومها نعمه وفرحه عفوا وانا دوريجين من تيارت مي ساكنه هنا في وهران اي خيار الناس انا في بلادنا اللي هي الجزائر
ايه قولي لي وشنو هي الحاجه اللي تشهيها بزاف في رمضان؟ حاجه الحلوه ولا حاجه المالحه؟ تقدر نص نص، شويه حلوه وشويه مالحه. هاي منا ومنا، كيما حالتي كيما حالتي، ساعات نتشاها المالح ساعات نتشاها حاجه حلوه. ملي كيجي وقت الفطور ما ناكلوش، كي شتي ايه العزيز. معليش شوفي اختي العزيزه، هي الانسان حنا ناكلو بعينينا والله العظيم، نوجدو ونقدي ونطيبو شحال من نوع تاع ماكله في الدار ونحطو مع الاخر. يا ربي تاكلي ديك الشريبه البوراك ولا شويه خبز شي شلاده سيبه، تحبسي حتى من بعد باش تقدر تكمل. طبعا هذه وكاين لي لا يونشين. كاين لي بسلامتو يحكم الطابله قاسما عظم، غير تقول الوحشه وياكل الوحش. كاين بسلامته يعني ياكل، كاين اللي يحط الطابله كيقول لك الشربه هذيك يكملها والبوراك هذاك يكملوا، ومن بعد يروح للشلاضه، ومن بعد من الشلاضه يعاود يولي للجواز، ومن بعد من الجواز يعاود يروح للشلاضه والفاكهه والجو والغازو والماء وتمتم مباشره قهوه وطرف قلب اللوز مباشره ما يستناش. ومن بعد كي يخرج برا باغي يخرج برا غير يخرج برا راه مطرق زلابية يضرب زوج مطارق. لا يضربوا شوا دروك الشوا. لا واش نايك يضربوا قبل الحلو مع صحابو وقعد يقعدوا في القهوة ويضرب زوج مطارق زلابية الله الله. ومن بعد غير يكمل. ها يا جماعة ها نوض شوا هو واحد شوا يروح شوا الليل كامل واقف حتى الفجر. ومن بعد يصلي يروح يرقد. هذه هي هذا كاين هكذا فوالا هذه هي. وكاين اللي ما ياكلش كامل، كاين غير الحاجه القيمه خفيفه ومن بعد يتمتع. هاي معنا المكالمه الهاتفيه. هاكي معنا الاخت. هذا شهر التوبه، شهر الطاعه، شهر نقرا القران، ماشي غير الماكله. راني معاك فيها، حنا بكرا نهضروا على الماكله ما فهمتش. والله يحيروني ساعات هذوما اصحاب الغرفه تاعنا تاع الخط الداخلي، نقول لك هذا الموضوع والله يحيروني. زعما نحصلوها فيها، تقدرش تحصلوها فينا. هو موضوع رائع، ولكن واش تقول الحاجه، الحكمه تاعها هي الاصح، هي الاصح وهي الادق. وانت اللي عندك الحق، والله ما عندنا الحق، راني معاك انا في هذه. هذه حقيقة. على كل حال وش زعما راح تكوني معارضة؟ لا ولا ما نعرفش. كلام جميل، كلامها رائع. الإنسان في شهر رمضان هو يعيش مع الله سبحانه وتعالى. صح إذا كان قدر، إذا كان ما قدرش ما تقدرش. صح هو الشهر هذا الإنسان يعيش فيه مع الله، وإن شاء الله شو راح نروح معك أبعد، إن شاء الله ما ياكل والو ما يتشاهى حتى حاجة، ولكن باش الإنسان يلحق لهذيك المرتبة عندك ما تجاهد النفس. مازالها معنا خلاص راحت. على كل حال دوماج. خلاص كملنا ولا مازلنا؟ نزيدو نهضروا ولا نزيدو مكالمة هاتفية ان شاء الله حتى الغدوه؟ انا ما عنديش اشكال. بونتي لازم تلحقي بكري اللي عارف. قالك ما عندوش اشكال. ما عندك والله. انا من الجهه تاع ما كاش اشكال. انت في بالك انا ما عنديش اشكال؟ لا 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 انا من اللي قالك وخلقنا الانسان في كبد، من اللي زدنا احنا في مشاكل. ربي بعدهم علينا المشاكل بالله العظيم. رقمنا الهاتفي هو 05 61 32 82. ومرحبا بكم. هلموا جميعا الى قناه الحياه باش الو امينه وش رايك؟ امينه من تلمسان. امينه من تلمسان، ناس تلمسان الله الله، ناس لالا ستي ولوريط وبالسكران. الو نظن انه المكالمه هذه فيها ماشي خلل، كاين مانيش عارف كاين البط كاين مين هاكو. صح هذه مكالمه من تلمسان زعما؟ صح منكم بالصح. الو شكون معنا؟ امينه. سمعت البطاط. سمعت البطاط. اقعدي في مجال التغطيه من فضلك باش نتكلموا معك ونسمعوك مليح، ونقصي التلفاز. امينه. اهلا وسهلا امينه، منين راكي تكلمي معنا؟ مغنيه نو؟ ولايه تلمسان. نعم تلمسان كبيره، مغنيه صبره مانيش عارف انا. تلمسان يعني اي في القيصريه يعني نقدروا نقول الايساريه، انتم تقولوا الايساريه راكي في ليزونفيرون نو؟ المشور ما راهيش سيدي بومدين. تقطعت المكالمه يا انقطعت المكالمه قولوا لنا مليح شكون من العاصمه؟ قال والله انقطعت. حاجة زوزو من العاصمة. حاجة زوزو اهلا وسهلا من العاصمة. الو الو الحاجة.
أنا عم وليدي. وش راكي؟ لاباس، صحة رمضانك ولدي صافا. والله غني الحمد لله ونشكره، رمضان كريم إن شاء الله. رمضانكم وربي يهنيكم إن شاء الله، ونشكركم على هالليميسيون فريمون هايلة. يعطيك الصحة. الله يسترك، الله يسترك الحاج، الله يعطيك الصحة. فريمون لاشال الحياة راهي ما شاء الله، راهي في التقدم. بكم أنتوما، بكم أنتوما يا الحاجة، بكم أنتوما. الله يعطيكم الخير. ألو. قولي لنا، قولي لنا الحاجة، وشنو هي حاجة اللي تشهيك في شهر رمضان؟ حاجة الحلوة ولا حاجة المالحة؟ نحب أنا الحاجة الحلوة. نحب الحلو، نحبو أطابل. أطابل وي كاين بزاف، كاين بزاف. العبد نهار كامل هو يزغد ويجري كامل. الكوغ تاع بنادم يدوموند لو سيكر. صح صح. نورمال، ألوغ نحبو حاجة حلوة. صح، لازم. لازم لازم تكون حاجة حلوة نهار كامل، والإنسان يبذل مجهود عضلي. لازم له السكريات. صح صح، لازم السكريات عندك الكالوري. جايز يخرجوا يقضيوا برا. نعم. يزيدوا يدخلوا الداخل، يزيدوا يعاونوا العروسة، يعاونوا البنت، يعاونوا كي تعرفي حنايا. إيه إيه، العرايس دوكا راهم يعاونوا، ولاو يعاونوا العرايس. العرايس مساكن ولا غير يعياو، خدمة الداخل وبرا، ربي يكون معاهم. اسمعي وسمحي لنا الحاجه، وليدك، وليدك تهضرين على العرايس فهمنا، وليدك يعاونك؟ وليدي يعاوني في القفه برا مسكين، نعطيكم في عونو. كاين تسمى، كاين وزاره الخارجيه وكاين وزاره الداخليه. الداخليه والخارجيه كيف كيف. والداخليه مليح، هي مليح مليح المعاونه. قال لك المعاونه تغلب السبع يا الحاجه، تغلب السبع، تقاسم المهام، ماشي واحد يدير كلش. نعم. شوفي بنتي، احنا مازلنا في عاداتنا وتقاليدنا. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. الراجل ما يدخلش الكوزينه. عاوي سبحان الله. كاين صح والله، كاين عائلات وكاين اسر جزائريه عندها عيب راجل يشل الكاس ولا يطيب حبه بيض. بورتون لي بلو غون شيف لو موند اونتي سي ليزون. بصح كاين والله غير كاين. يعرفوا يطيبوا مليح ولا غير رجال. لا لا والله فيصل، كاين عائلات. لا هذه هي هي شوفي. نعم الحاجه. هي تتكلم الحاجه من باب العادات والتقاليد. ايه من باب العادات والتقاليد. هذه عادات وتقاليد. نعم الحاجه تفضلي. هذا هو الواجب، ماشي لازم. نعم مانيش نسمع بنتي. تفضلي تفضلي العزيزه، واش كنتي حابه تكملي تقولي لنا؟ ما عندي ما نكمل، قلت لك ربي الراجل ما يدخلش الكوزينه، هذه عاداتنا وتقاليدنا. معليش امي العزيزه، انت راكي تتكلمي بمنطق كما نقولوا مميز، ما كان حتى اشكال. وهذا هو الصواب يعني. هذا هو الصواب جينيرالمون، هذا هو الصواب خاصه في المجتمعات المحافظه. اليوم ايش عارف، ولا شفتي اليوم البرنامج تاع شاف واليد باش تقولي لنا وشنو هما الوصفات ولا الغوسات اللي دارهم اليوم شاف واليد في قناه الحياه؟ انا والله ما شوف لي غساتي وليدي تاع اخي، تامن اخي تحب الصراحه. يا جير يا جير نحب الصراحه، راح الحاجه كاع الكويزين. ايه ماشي كيف كيف الحاجه، دوك انت عندك ليكسبيريونس وعندك. معليش 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 الحاجه، انت على بالنا باللي طيابك كل صباع بالصنعة الله يبارك، وانسانه محافظه على العوايد والتقاليد، بصح قالوا لنا باللي عندك امنيه اللي راكي حابه تحقيها بعد رمضان، وشنو هي؟ هذيك اللي بعد رمضان ان شاء الله ربي يجيب لي بنت الحلال لوليدي العزيز. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله. تولي ولي 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 ما نعرفش. ما تعرفيش والله ما نعرفش. يا والله ما نعرف، انا كنت جيت نعرف انا نولي ولي. هذا بعثوا لنا زغروده يا جماعه والله العظيم. ان شاء الله لازم زغروده. ما نعرفش نولول كيفاش. خلي ديري برك هكا يو 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 وخلاص. ساعطينا المعايير تاع الزوجه هذيك. كيفاش كيحبها العروسه، كيفاش كيحبها كيحبها تكون. الو او الفال او الفال، زيدوا قولوا لي عيطوا، قولوا لي عيطوا، زيدوا زيدوا لي واحد اخر على المباشر. وعندنا بقاله فيها نفس الفال. روعه روعه، عندي بقاله على نفس الفال. الفال كيفاش كيحب الاوصاف تاع العروسه؟ كيفاش كيحبتها الحاجه العروسه؟ عروستك كيفاش كيحبتها تكون؟ وشنو كيفاش كيحبت، كيفاش راكي حابه تكون عروستك؟ كيفاش تكون العروسه؟ كيفاش كي متمنيتها العروسه؟ كي تعجبو هو وهي يعجبها، انا واش دخلني يا بنتي؟ ايه ها يا حبه جيب له العروسه. بس كنت غادي نقول لك يما تحب وحده هكا، يما تحب وحده هكا. والو انا نحبهم يكونوا متفاهمين مع بعضهم ويحبوا بعضهم ويهنيوا بعضيتهم، يهنيوا بعضيتهم. بنت فاميليا سيغتو، بنت فاميليا سيغتو. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وهذا مكان
وربي يهدي وليداتنا امين امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين امين زيدونا زغروده واحده ولا غير تزيد ولا تزيد ولا هذيك من الاخر هايله بلا فاميليا بلا زواج ان شاء الله ربي يجيب لهم مكتوبهم امين امين وهذا واش نطلب على ربي ان شاء الله الفرح يعم في كل البيوت الجزائريه ان شاء الله ان شاء الله كل دار يدخلها الفرح عم الفتكات هذا انت اكبر حد ممكن من عم الزيجات والله عم شنو بعد ما تقولوناش الامور الاخرى هذا ما كان ان شاء الله كل يوم عرضونا برك الحجه بالك برك ما تعرضيناش رانا معروضين احنا بلا ما تعرضونا رانا معروضين باينه تولوينا عطونا تولوينا هذيك الاخرانيه ان شاء الله مزيان جو بو ميرسي انفينيمون وربي كملوا هكذا فريمون لاشين حياتنا ما شاء الله يعطيكم الصحه بارك الله فيك ذوقك يا الحاج ليزيديسيون تاعكم هايلين هايلين بزاف يعطيكم الصحه دمتم اوفياء للقناه يعطيكم الصحة الحاج شكرا جزيلا نروحوا للبقالة تولويلا الحاجة ما تروحيش هكذا وتولويلا وراي راح تولويلا يا سينو نجيبو كاشي معليش ناخد اخر اتصال ان شاء الله شكون معنا شكون معنا الو الو مرحبا بك الاخت شكون معنا مرحبا ام محمد من وهران اهلا وسهلا ام وهران بقوه ام محمد واش راكي يا لاباس الحمد لله لاباس انا بغيت نشارك غير في القصرة انا اليوم ما تفرجت معليش مرحبا بك القصرة ديالك تكفينا وعاجبني بزاف وسمعت يا امي راك هكا تزعق وكاع راني خفت منك جيت للصالة ولا حتى خفتي من خفتي مني من خفتي الحاجة سمعت قاعد تخاف خفت منك شكون راحت المكالمة راحت المكالمة أين أنت معليش نزيدو مكالمة واحدة أخرى انقطعت نظن أنها انقطعت المكالمة ألو ألو نظن أن المكالمة انقطعت معليش حنا نزيدو ناخدو مكالمة واحدة أخرى في 0561 32 32 82 ألو شكون معنا نعاودو الرقم الهاتفي اللي هو 0561 دوكا بقى وقت صغاري تنصحها تفطر والله العظيم احنا رانا تفطر بالصغاري بحالها والله غير حالها وقلنا زعما نكملوا هكذا ساعه صبنا روحدينا 10 دقائق زايده واقيلا معليش ليك انت والله العظيم ما جماعه والله العظيم هذه جميله شوفوا كي نخرج من الباب بالك واحد يهضر معايا ديجا طيبت صباح ومازال قاعد لها شويه اوفر نو سي با سيغي على كل حال نو جماعه في الغرفه والله غير ندير لكم العمليه على بالوش باللي ندير لهم العمليه بالك حقروني فيصل بالك يحقروني فيصل شكون يحقرك؟ يعني قولها لك وخلاص المهم شكون هذا اللي تجرى؟ بالفعل اللي نمدوه الكامل بنياتنا ووليداتنا اللي راهم مقبلين على الزواج ان شاء الله واللي حتى ان شاء الله ما هو مازال ماهوش مقبلين ان شاء الله ربي يفتح لهم باب الخير يقول لك الفال طبق الحنه محطوط بحدايا يا سلام وشمعة الفرح شاعله ضوايا ربي حقق مرضايا في الدنيا ويدوم هنايا ياس عاوديها هذه عاوديها هذه تعاوديها ما تقولي لي والو نعاودوها طبق الحنة محطوط بحدايا وشمعة الفرح شاعله ضوايا ربي حقق مرضايا في الدنيا ويدوم هنايا قولوا امين اجمعين امين على كل آمين حال جاز التسويعه ان شاء الله تكونوا راضين على الشيء اللي رانا نهضروا عليه على القصره ان شاء الله تكون لاقت بكم القصره وكانه رانا كامل مجموعين على طابله واحده رانا في دار واحده الوغ الاتصالات رانا نتواصلوا بهم من 58 ولايه كاملين ناسنا وحبابنا نقول لكم صحة فطوركم نتلاقوا بكم غدوة إن شاء الله بإذن الله فيصل لا تذهبوا بعيدا اقعدوا هنا على قناة الحياة يا سلام جميلة 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 جميليك الحصة جميلة 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 يعطيك الصحة